التميز أهم الدوافع اللي ساعدت مصطفى الخاني بأنه يشارك في مسلسل مقامات العشق. شخصية بالنسبة لي كانت مغرية على صعيد الأداء، إن شاء الله أقدر أقدم فيها شيء جديد ومختلف عن الشخصيات يلي سبق قدمتها. ورانا تقديم عمل مستلهم من سيرة المفكر محي الدين بن عربي، يجب أن يقدم بشكل راقي يليق بتاريخه وبالعلم الذي قدمه. من أعلام الفكر والفلسفة ورجال الدين، حتى الآن تدرس أعمال وكتب وفكر بالجامعات الغربية بإسبانيا، لها حاليا في جمعيات ومؤسسات تطبع كتب ابن عربي وتنشر وتعمل على إحياء هذا الفكر الإنساني الكبير. أيضا شاب بالاهتمام الكبير في كل تفصيلة من قبل القائمين على إنتاج المسلسل. بداية العمل يمكن تم تأخيره أيام، لقوا اختلافات بسيطة لقينا بالديكور قد تكون لها علاقة بشكل القوس ما بين نصف دائرة أو حدوة حصان، ما بين لون المواد البناء أو الحجر الذي كان يختلف بنفس إسبانيا ما بين مدينة وأخرى، ما بين مرسية وإشبيلية. تم إعادة ديكورات بسبب هكذا تفاصيل دقيقة. وسعيد بالترابط الفكري بين كل فريق العمل لإنتاج هذه النوعية من الدراما، ولا هيكون ليها تاريخ كبير وهام بالدراما السورية والعربية. نعمل جهود كبيرة من كل أسرة العمل، ابتداء من الكاتب وانتهاء بالمخرج الأستاذ أحمد إبراهيم أحمد، إلى التصوير والإضاءة والموسيقى والفنيين والديكور والممثلين. كل أسرة العمل تعي أهمية المادة التي نعمل عليها وخصوصية هذه المادة. أسرة عمل نتمنى تكبر هالأسرة لدى عرض المسلسل وتشمل كل من يشاهدنا من الجمهور، لنكون أسرة واحدة نستمتع بشهر رمضان بمسلسلنا عن فكر وحياة وجماليات محي الدين بن عربي.